شيلة مهداة في زواج محمد بن راشد آل طراف المنصوري. لياجيت صف صف وجلال يا شعر ليبديت فض فض والملعب لي تم التسجيل والمكساج. أنا الليلة الليلة جوسي تقاد احنر وفي راسي الجزلة تقدى حموية. تشوش المدايح والفكر نظم الأشعار جزيلة المدايل جاتني اليوم طرقية سلام القبائل واضح أهلال والأنهار فعايا الرجال الطيب دايم بطولية فعول المناصر النشمة فخر وكبر بطولاتهم يشهد لها سيف وجنبية رجال الوفا والشان والموقف الجبار تواريخ المناصير فالمجد مبنية نشمة ومقادم الفعول ورجال أحرار على رؤوسهم شفت السطح في عزاوية. ليا جيت صف صف وجلال يا شعر ليا بديت فض فض والملعب أهلي أنا الليلة الليلة جوسي تقاد احنا وفي راسي الجزلة تتقدى حماوية. وسط عضية يا محمد ألف مبروك يا صارم البتر يا رمز الوفا والطيب والسمعة الحية يا شيخ بأفعالك لك على الطاير تشعر فعالك دارة منهم من الوقت مبلية ومبروك مبروك الفرح يا الشاهم مليار يا عالي القدر والشأن راع الشموخية. محمد والنعم يلي تشوف الكبار صغار سنافي ولك وقفه تساوي لها مية ومبروك لك مبروك عدد هاته يا درب الفعايل والعلوم الرجولية. يا محمد مقامك فوق عرش المغابة صار وقدره يطاول النجم السماوية ونعمة فبوك ودرانا الخوي والجر هذا راشد الوافي كفوف رهاوية. كريم السجايا مكرم الضيف والخطر زعيم المراجل فالفخر ما حد زي عزيز الجناب القائد الوافي المغور كفوف مثل مزن السحاب بعطاوية. هذا ابو غانم الوافي هذا الصارم البشر هذا كاسب الامداح والفزع الحية واخوانهم من الفخر والكرم والكرز حول الرجال الغانم من الكبارية. تم التسجيل والمكساج في استوديوهات ليالي الشيخات.